لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. وعد يعني بصي بقى ليكي شعبية كبيرة جدا في مصر بكام أغنية عملت بوم. خليكي يا حبيبتي. أنا أول شيء لأن أنا أحبكم فأنتوا هتحبوني غصبا عنكم. ده الكشر ده سر الكشري بقى. سره باتع. وبلاء الدكرور كمان سر باتع. يعني الأماكن دي زي مين اللي عندي أصحاب مصريين كتير. وأنا صراحة لما أجي مصر ما أحب الأماكن اللي يروحوها الخليجيين، بحب أروح الأماكن الشعبية اللي القطط من جنبك بتمشي كده والأشياء دي. صراحة أنا أحب البساطة. الشعب المصري مهما كان غني مهما كان فقير هم بسيطين وما يتغير أسلوبه في الكلام، مش بيصير متأنزح وكده، لا ما بيتغيرش، وهذا شيء جميل ومميز فيكم. إيه اللي ممكن يخليكي تعيشي في مصر؟ إنه بنتي تيجي تعيش معايا أجي أعيش معاها. بالظبط. انتي لو قالوا لك تعملي اغنية مصرية يعني بس مع فنان مصري او فنانة مصرية لا هندخل في الاغاني العادية. انا ما عندي مشكلة، شوفي اي فنان مصري طالما انه العمل كويس ويناسبني. لو تعرف في اعمال ما تناسبك انتي يعني على حسب لحنها على حسب صوت الفنان اللي قدامك يتناسب ما عندي مانع ابدا، بالعكس. مين الفنان اللي انتي بتحبيه جدا في مصر لما بتشوفيه لا ده لازم اتفرج على افلامه او اسمع اغنيه؟ انا من ايام عادل امام وخلاص. عادل امام انا بالنسبه لي مو نمبر 1، هو ليجند، هو عالمي من مصر، مو شرط الواحد يطلع يصير عالمي، هو عالمي من مصر وانا افتخر فيه جدا. ها كلهم مش هقول لك، والله عمرو دياب احب، حماقي احب، تامر، في كمان محمد منيب. قدامك عمرو دياب، تامر حسني، مش هتختاري خالص؟ مش كان حاولوا اكتر منك مش هختار. لانه كلهم ناس ونجوم وصعب وكل واحد له جمهور وانا صعب ازعل اي جمهور لان انا فعلا واحده من جمهورهم. درجه اللون الابيض مين يعني؟ ايوه ايه ده؟ تعرفي ده اقل حاجه عندي والله. اطلالتي انا وايد لاين من ملابسي، انا ديزاينر وان شاء الله يعني وايد لاين حيكون قريبا في الاسواق ان شاء الله اونلاين. ايه الجديد بقى لينا؟ الجديد في اغنيه حتنزل بعد بكره ان شاء الله على روتانا عراقيه، صورتها في الرياض اسمها أحبك أكثر، وفي فيلم سويته في الـ MBC شاهد مع الأستاذ عبد المحسن النمر. لو عايزين أسوأ حاجة أنت بتتضايقي منها وكنت تكرهها وعدة في حياتها إيه؟ التأخير، أنا جدا on time، أنا ما بحبش التأخير أبدا. Love you.